السادة الأعضاء، تنص الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة لذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. وعملا بحكم هذه الفقرة نعقد هذه الجلسة الطارئة للنظر في تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وقبل البدء في وقائع الجلسة فإنني أدعوكم للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني. شكراً.